يتجمع عيسى ورفاقه المغتربين لتداول آخر أخبار المتظاهرين في العراق، وأيضاً لإيجاد طرق لإيصال صوت المتظاهرين إلى حكومة الولايات المتحدة. الشعب العراقي لن يجعل هذه الطغمة الفاسدة تتهنى بما سرقته من أموال العراقيين وخدعته باسم الدين وسيطرت على عقول الناس باسم الدين. اليوم جيل جديد يرفض هذه الأفكار، يرفض هذه العقائد، يرفض أن يخدع مرة ثانية. ولهذا هذه الطغمة الفاسدة تقوم بقتله وتمارس أبشع أنواع الإرهاب ضده. المهاجرون العراقيون في سان دييغو استمروا بتنظيم وقفاتهم الاحتجاجية على أمل إيصال مطالب المتظاهرين في العراق إلى المجتمع الأمريكي المحلي. لستم وحدكم، وهذه الكمامة أصبحت رمز الآن، رمز ورسالة لكل العالم أنه ما يحدث بالعراق الآن من انتهاكات حقوق الإنسان، هذا العنف المبرمج، العنف اللي ما بأي مسؤولية تجاه الشعب من القوات الأمنية ومن الحكومة ويتحملون الجميع. رسالتنا الآن أنه العراق أينما كان، العراقيون أينما كانوا هم مع العراقي الداخل. الأجواء المشحونة عاطفياً كانت واضحة، حيث أثر اختطاف الناشطة العراقية صيبة وناشطين آخرين من قبل جماعات مسلحة على مشاعر المهاجرين المتظاهرين. دمروهم، قتلوهم، ليش؟ شدي يطلبون؟ دي يطلعون بالعلم، بس علم بيدهم، يردون وطن، وطن، وطن. مطالب المتظاهرين لممثليهم في الحكومة الأمريكية تلخصت بالتدخل ومناصرة مطالب المنتفضين في العراق وإيقاف الاستهداف المباشر لهم من قبل الحكومة العراقية. قلوبنا تدمي بصراحة لما نشوف الشباب العراقي وتنضرب عليه القنابل المسيلة للدموع واللي هي تستقر بروسهم، والمفروض هم يعني هاي أنا أعتقدها محرمة دوليا، المفروض تنضرب هذه القنابل بالأعلى، ما تنضرب على رأسها للشباب الحلوة. ما معقولة يعني ما اهتزت عندهم العواطف والمشاعر، يعني خطية الشعب العراقي. يستعد المتظاهرون للقيام بوقفة أخرى في الأيام القادمة أمام مكتب النائب في الكونغرس الأمريكي في المنطقة. يهدف المتظاهرون العراقيون في سان دييغو إلى استغلال الأجواء الانتخابية الأمريكية من أجل حصد الدعم الأمريكي السياسي للتظاهرات، وخاصة بعد بروز ملامح تغيير جزئي في الخطاب الأمريكي وتحوله لدعم المتظاهرين بصوت أكبر. ستيفن نبيل، الحرة، كاليفورنيا.